50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. كمش نحسب قد ربحت المرة؟ ما نجمش نحسب قد ديما نربح. البلانات هي لعبة الزهر، تعمل فيها ماتشوات تنس ولا باسكت ولا فوت. شريفري ناز عمر 16 عام نسكن بالبقالط، فما سيل على الانترنت تدخل له اختار الماتشوات اللي تحب تعمرها وحدك، بعد ما تعمرها الورق يجيك كود، الكود هذاك باش تجبد بيه الورق. اللعبة نفعتني بطبيعة في حياتي، خاطر ربحت عليها برشا فلوس وما خسرتش عليها برشا فلوس. الفرق بينها وبين اللعب الاخرين اللي هي لعبة بسيطة وفيها حظوظ اكثر باش تربح، على عكس اللعب الاخرين كيما البوكر والبروم سبور. في الفترة الاخرى ولدت نخسر عليها فلوس اكثر من نربح. البلانات سماها قمار بطبيعة، ما ننصحش العباد يلعب اللعبة دي، خاطر كيما تنجم تربح برشا فلوس تنجم تخسرك برشا فلوس وتنجم تضيع لك برشا وقت وتولي مدمن عليها، تولي تنجم تسرق باش تولي تلعب اللعبة ذيك. اسمي أمين الله تليلي، نعيش في مكثر، عمري 17 سنة، نقرأ ودلعب في فري فاي. والله من عام نيول بديت نلعب فيها، صرفت عليها شوي مش وبرشا، تلعب بيها دم فما عبيد تصرف عليها فلوسها الكل تصرفها، بحت منها حد شيء. ربحت منها كان تكسير الراس وتخليك فهمتني تولي ذاك جابد روحك من العبيد وديما تلعب وديما حاس روحك في بيت وديما خسرت، وليت خسرت عليها زوز تليفونيات. انا الفري فاير كل ما يتكسر تليفون نبدل تليفون اخر. راي ننصحكم الاولاد راي خايب على الاخر، برجوليه بطلون. اسمي سيف، لكي انتعي بانجر، نعمل في موزيك راب، باكو تير هيب هوب، نسميش راب راب، يعني نخدم في برشا تيبات مش كان تيب واحد، و أصلي أصلي كيف، و حكاية غرامي بالراب. كنت 15 سنة 14 سنة في زون هذيكا، كنت نسمع برشا، نتعمق شنيا الراب شنيا الهيب هوب، شكون هذاكا وشكون هذاكا. بديت بشوي بشوي الحكاية، بديت نسمع كذاك، بديت نعرف ديزانسترو هي شنيا تحكم فيها الفلوس. حاجات اللي لازمني باش نحسب بها مرتي بها هي الأكثرية، الكاليتي دو صون، الكاليتي دو فيديو، نجرو الفلوس. مشاكل لقيتهم في الدومين تاعي الأكثرية مع الأصحاب، معناها ما نعرفش أي خدمة تخطر على بالك نجم نعملها. هذا الكل راه على فكرة راني ما نستعمل حتى خدمة، بالعكس نتشرف بروحي إني خدمت وإني جبتها بعد عقل جبيني باش نكمل.